أدى جموع المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت المصليات والجوامع والمساجد المخصصة في مملكة البحرين المصلين من المواطنين والمقيمين لأداء الصلاة وسط الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. هذا وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلنت عن فتح المساجد والجوامع ومصليات العيد لأداء صلاة العيد وفق نفس الضوابط والإجراءات التي تم اتباعها لإقامة الفروض وصلاة الجمعة والتراويح والقيام حفاظا على صحة وسلامة الجميع.